السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن جديد تعود النيران لإحدى منازل ميت الكرماء التابعة لمحافظة الدقهلية. بصورة مفزعة التهمت هذه المرة جميع الأثاث في المنزل، والجميع يتساءل ما سر عودة هذه النيران مرة أخرى، وهل سبب عودتها الجن، وهل له دخل في هذا الأمر؟ تعال في البداية بسرعة معايا نشوف بعض المشاهد ديت اللي أنا صورتها بنفسي وأنا كنت بقرأ في وبعد هذه المشاهد قد يسأل سائل، هل الجن فعلا يسكن بعض البيوت من حولنا؟ هقول لك لا، ده بيسكن بيتك نفسه أنت كمان. نعم كما سمعت، فإن الجن يسكن بيتك وبيتي، يسكن جميع البيوت ليل نهار. قد يقول قائل، أنت خوفتنا يا عم الشيخ، يعني الجن في قلب بيتي وفي قلب بيتك وساكن معانا؟ أيوة ساكن معانا. الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني حينما أدخل المنزل أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى أمرني أن أقول إذا ما دخلت المنزل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الدليل أنني إذا أتيت الطعام في منزلي أقول بسم الله، فإذا نسي أحدكم في أول الطعام فليقل بسم الله في أوله وفي آخره، فإن الشيطان يستقيء ما أكل. الجن يأكل معنا، الشيطان يأكل معك في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم أمرني وأمرك عندما ندخل الخلاء نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولو دخلت في اليوم 100 مرة تقول هذا الدعاء 100 مرة عند دخولك لهذا الخلاء، لتعلم أن الجن يسكن في هذا المكان ولا يخرج منه. الجن يسكن في حجرة نومي وفي حجرة نومك. نعم كما سمعت، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك حينما تقترب من زوجتك تقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن فالشيطان يجلس معك في حجرة النوم، يجلس معك في صالة المنزل حينما تأكل، ولكن ليس هناك ثمة أذية منهم بفضل الله عز وجل، فالحافظ الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا ما طبقت ما أمرك الله عز وجل به وما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليك ولا حزن. ومن هذه الأمور التي نتحصن بها ذكر الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. إذن فالجن معنا وحولنا في المنزل، هو الآن يراني ويسمعني وأنا أخاطبك الآن، الآن يسمعني. قال الله جل الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب هل يصل الأمر بهذا الجني أن يحرق أو أن يؤذي من في البيت؟ أقول لك نعم، فالجن كما أن فيهم مسلم مسالم فيهم كافر معاند، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقال الله وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالجن الكافر أو العاصي قد يحدث بعض الحروق في المنزل، وقد يروع بعض من في المنزل، أو قد يحدث بعض أشياء يخوف بها أهل البيت. قال الله جل الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم مستمسكين بالله رب العالمين فلا خوف عليكم ولا حزن. نرجع مرة أخرى لمسألة الحروق. نعم أقول لك قد يحدث الجني بعض حروق في المنزل ولا تكون إلا أشياء طفيفة، وتكون غالبا في أماكن مغلقة كغرف مغلقة كأماكن يوضع فيها الملابس أو بعض الأشياء المنزلية، وتكون هذه الحروق أشياء طفيفة، وإن زادت عن هذا الحد فهو انتقام من قبائل الجن أو من هذا المارد الذي يسكن في هذا المنزل، ويكون هذا لعدة أمور فاسمع معي وعيها رعاك الحق. وأول هذه الأمور الأذية المباشرة للجن بأن يقتل أحدهم جني متمثل في هيئة قطة أو كلب أو ما شابه ذلك، حتى وإن تم هذا القتل أو الإذاء خارج المنزل. قد يسأل سائل، ونعرف الشيخ ان ده جن ولا مش جني؟ غالبا ما يكون هذا الحيوان لونه اسود ليس فيه شيء من البياض. رقم 2، الحيوان ده بيكون نظراته غريبة وحركاته مريبة في بعض الاشياء. رقم 3، بعض الحيوانات العادية لها خيال، اما الجن المتمثل في هيئة حيوان
ليس له ظل. طيب ما عرفتش الأشياء ديت، إياك أن تبادر بالإيذاء لأي حيوان، لا سيما إذا كان حيوانا أليفا ألفه الناس. رقم 2 من الأشياء التي بسببها يحرق الجني منازل الإنس، أن يكون متلبسا بأحد أفراد المنزل فيتلبس به الجني، وغالبا ما يكون وقت النوم فيقوم من نومه فيصنع تلك الحروق، ثم يعود إلى نومه مرة أخرى وهو لا يدري، وأصحاب البيت لا يعلمون عن ذلك شيئا، فيفزع أهل البيت مرة واحدة على تلك الحرائق. أو قد يتلبس به الجني ويصنع ما يصنع وأهل البيت خارج المنزل، ولا يكون في المنزل إلا الشخص المصاب بالمس فقط. المهم ألا يتلبس الجني بهذا الإنسي فيقوم فيحرق أمام الناس. ثالث سبب من أسباب حرق الجني للمنزل، أن يقوم أحد من أفراد المنزل عن طريق طلاسم معينة فيحضر الجني، ثم يفشل هذا الرجل من قام بتحضير الجني في صرفه مرة أخرى، فيقوم الجني آنذاك بالانتقام منه ومن منزله، فيحدث أحيانا بعض الحروق. رابع سبب من أسباب حرق الجني لمنازل الإنس، أن يقوم أحدهم بجلب ساحر من السحرة الفجار والعياذ بالله لتحضير الجني في المنزل بغرض التنقيب عن الآثار، ثم يحضره فيتمكن هذا الجني من المنزل، ثم يفشل في صرفه مرة أخرى، فساعتها يتعامل الجني على أن المنزل منزله وأنتم من تعتدون عليه، فيقوم بإحداث تلك الحروق في المنزل حتى تخرجوا منه. خامس سبب من أسباب حرق الجني لمنازل الإنسي، أن يذهب أحدهم إلى ساحر بغرض عمل سحر تسليط لأهل هذا البيت، ويكون من الكارهين لهم بغرض إيذائهم، وهذا السحر إما أن يكون مرشوشا على عتبة المنزل، وإما أن يكون مدفونا، وإما أن يكون معلقا، وإما أن يكون منثورا. فهذه أنواع السحر الأربعة، فهذه بعض الأسباب التي بسببها قد يحرق الجني منازل الإنسي، فاحذرها وعيها رعاك الحق. أيها الإخوة الأفاضل، ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، ولا يكون الدواء أبدا في معصية الله عز وجل. قد يقول أحدهم أنت عارف يا شيخ أن الغريب بيتعلق بأشياء، أقول لك مع ربنا سبحانه وتعالى تعامل بيقين وخليك قريب من ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بعضهم هيقول لي يا شيخ جبنا شيخ واثنين وثلاثة وجبنا معالج واثنين وثلاثة وكله كان بالقرآن ومحدش عمل حاجة، هقول لك ما انت ما قرأتش الآية كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين، مش اللي واخد الموضوع ان هو بيجربه. الله عز وجل او كتاب الله عز وجل ليس حقل تجارب، وانما ينبغي ان تتعامل معه بيقين تام ان الشفاء من عند الله رب العالمين. فالعلاج يا اخوة ليس في يد شيخ او معالج او عالم، انما الدواء والشفاء من عند الله رب العالمين، فما نحن إلا أسباب سببها الله عز وجل، وينبغي أن يتعامل مع هذا الأمر بحذر تام. فكما أن الله عز وجل أمر الجني بألا يتسلط على مساكن الإنسي وعلى ألا يؤذوهم، فكذلك الله عز وجل أمرنا أن نتعامل معهم بحذر ولا نسبب لهم أي نوع من أنواع الإيذاء. فالذهاب والإتيان بساحر أو دجال أو كاهن أو عراف أو حتى شيخ ملتحن ولكنه جاهل لا يتعامل مع تلك الأمور بحذر، سيسبب لك ضرر ولن يسبب لك نفع. وفي آخر كلامي أدلك على العلاج الشرعي بإذن الله عز وجل الذي شرعه لنا ربنا والذي شرعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا كما ذكرنا أنفا، ذكر الله عز وجل في هذا المنزل والإكثار من الدعاء في هذا المنزل من الأدعية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في طرد الشياطين. قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولكن ينبغي أن نتعامل معه بيقين تام، مش كلمة بتتقال على اللسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأنا مش وعيها، ولكن أقول أعوذ بكلمات الله التامات بإيه؟ بيقين تام. الأمر الثاني خلو المنزل من أي صورة أو تمثال أو كلب أو صلبان معلقة في هذا المنزل. قد جاء في صحيح مسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت
واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يأتيه في ساعة ما، فلم يأتيه في موعده، وكانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذ بجرو كلب صغير تحت سريره الذي كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم، فقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: من أدخل هذا الجرو أو من أدخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت: والله ما دريت يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأخرج من المنزل. فلما خرج جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعدتني أن تأتيني في ساعة ما فانتظرتك فلم تأتي. فقال الأمين جبريل عليه السلام: منعني هذا الكلب الذي كان في بيتك، أو ما تعلم أن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ فالملائكة لا تدخل هذه البيوت التي تشتمل على تلك الأمور، وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين والعياذ بالله. فحافظ على بيتك. الصور اللي بتبقى متعلقة، صور الأفراح والتماثيل الأنتيكات الحاجات دي كلها، الكلاب اللي بتبقى في قلب البيت، حافظ على بيتك بالله عليك، وخرج كل الأشياء دي من بيتك. اجعل هذا البيت تتنزل عليه الملائكة، تغشاه الرحمة، تتنزل عليه السكينة، يباركه الله عز وجل رب العالمين. ثالثا من أسباب الوقاية قراءة القرآن دوما في المنزل، لا سيما سورة البقرة. قال الله جل الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فقراءة القرآن أيها الإخوة في هذا المنزل تطرد الشياطين بأمر كلام رب العالمين، لا سيما سورة البقرة. قال فيها نبيك صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة والعياذ بالله. ومن أسباب الوقاية يا عباد الله الصلاة في المنزل، أن تأمر زوجتك بالصلاة. عيب قوي لما بتبقى داخل وخارج وأول شيء بتسأل عنه الأكل والشرب وجهزت ولا ما جهزتش، وانت أصلا ما بتسألهاش عن الصلاة اللي هو أصلا سبب البركة في البيت. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأنت أيضا صلي في منزلك، مش صلاة الفريضة، صلاة النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تتخذوها قبورا، أي لا تتخذوها للنوم فقط. متفق عليه في الصحيحين. ومن أسباب الوقاية أيضا قراءة بعض القرآن بيقين على ماء أو على ماء وملح، ورش هذا الماء في أركان وزوايا المنزل مع الدعاء وذكر الله عز وجل. فإذا ما فعلت هذه الأمور بارك الله فيك، بفضل الله عز وجل تحصن نفسك وتحصن أهل بيتك وتحصن منزلك بإذن الله عز وجل. فطول ما أنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى معرض لأي أذى من شياطين الإنس والجن. قال الله عز وجل: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يا أخي لو بنسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ومشين على أوامر ربنا ومشين على أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم، لن يصيبنا أي أذى وأي مكروه بإذن الله عز وجل. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري اللي ابتعد وهجر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة مليئة بالنكد والتعب والنصب والوصب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاحرص أخي بارك الله فيك على أن تتقرب من الله، أن تقرب أهل بيتك من الله عز وجل. احرص على سلامة بيتك، خلو بيتك من المخالفات الشرعية التي ذكرناها آنفا، لا سيما الأفلام والمسلسلات الهابطة والغناء في المنزل. فالغناء رقية الزنا، والغناء ينبت النفاق في القلب، والغناء رقية الشيطان. فبالله عليك، واحد بيشغل رقية الشيطان في البيت وسايب رقية الرحمن سبحانه وتعالى، بالله عليك البيت ده هيبقى فيه بركة أو هيبقى فيه نور، أو البيت ده هيجد طعم السعادة والطمأنينة. السعادة أخي في يد ربي سبحانه وتعالى وفي عمل الصالحات والإكثار منها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فإذا ما أردت طيب المعيشة فعليك بالله رب العالمين
استمسك به، فعنده وحده مصدر السعادة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا وأن يحفظ أهلنا وأن يحفظ علينا ديننا، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن، وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.